بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل طبق بصارة بكل مكونات اللحمة من غير لحمة. التوم شفتوه، وادي المشروم. هقول لكم المكونات. المشروم طبعا فيه فيتامينات ومعادن كتير. البصل انا بحب اشتري البصل عريان كده عشان ما يبقاش فيه البتاع الاسود، طبعا اللي هو الفطر ده، فبجيبه عريان كده. الفلفل بقى ده حسب الرغبة، والمشروم برضو حسب الرغبة، وبرضو المشروم فيه بروتين. فلفل حراق، وانا بحب الاكل حراق قوي فبزود في الشطة يعني. ده الزيت اللي انا بعمله، بجيب زيت دوار الشمس واحطه في برطمان الازازة، واحط عليها ثوم، فصوص ثوم متفعصة، وروز ماري. طبعا الروز ماري والثوم مضاد الاكسدة رهيب ومضادات حيوية، فبيخلي الزيت جامد. بركن الزيت اسبوع كده في الخلطة دي. والخضرة بقى شبت وبقدونس وكزبرة، بركز قوي قوي على الكزبرة. غسلت الخضرة حلوة قوي، بعد ما غسلتها برضو نقعتها في مية وعليها ملح خشن زي ما انتم شفتوا كده. بسيبها يجي ساعة في المية دي بس بعد ما غسلتها حلو يعني، برضو ضمانا عشان الخضرة والطماطم اكتر حاجة بيبقى فيها مبيدات، فبحب اغسلها قوي قوي. وحطيت معاها الفلفل زي ما انتم شايفين. بقيت المكونات، خدوا بالكم ان انا الكزبرة اساسي البصارة، يعني الشبت والبقدونس بحط حاجة بسيطة منهم. ده الزيت تاني حبيت اوريه لكم تاني اهو. الروز ماري واضح هنا اكتر، بحطه بطرمان ازاز ومع الثوم، بفعص الثومايه كده بحطهم وغطيهم حلو قوي زي ما انتم شايفين، واركنهم في المطبخ في مكان ضلمه كده اسبوع بقى اسبوعين، واستعمله طبعا بيبقى عندي تاني. هنا بقى في الهون بقى ايه، انا دي هتحط ثوم، احط ثوم وملح خشن اللي انا بجيبه من عند العطار، ما بجيبش الملح المصنع، وكزبره بجيبها هتشوفوها دلوقتي، انا ما بجيبش حاجه مطحونه خالص، كل حاجه بطحنها في البيت. كزبرة ناشفة، وهحط كزبرة خضرة برضه، وهحط كمان بصل. المية هي بقى ما بحطش مية كتير في الحلة لان المشروم فيه مية والخضرة فيها مية، فانا مش عايزاها تبقى شوربة يعني، عايزة اكل طبق بصراحة حلو كده، اكل رغيفين معاها بصل ولا حاجة. المية غليت، حطيت طبعا الفول ده المدشوش ده انا غسلاه من امبارح وكنت نقعاه في الميه، وغيرت الميه رغم ان هو مفهوش ماده الفاتيك اسيد، بس انا احتياطي عشان لو رشينا عليه حاجه وبتاع، انتوا عارفين يعني ان انا ايه بدقق قوي في الحاجات دي. بعد كده حطيت الفول والميه غليت، هحط بقى ايه بقيه المكونات اللي انا وريتها لكم في اول الفيديو. البصارة انا هعملها بامر الله قيمة غذائية عالية، دي شوربة العظم، مكعب شوربة عظم حطيته عشان اخد فوائد البروتين الحيواني، يعني هيبقى عندي بروتين نباتي في الفول وفي المشروم، وعندي في شوربة العظم بروتين حيواني كده. احنا مش ناقصنا حاجة خالص تاني، غير عايزين بقى فيتامين سي هناخده من البصل والليمون، واحنا بناكل طبق بصارة هقولكوا في اخر الفيديو. قطعت الخضرة وهحطها، ادي البصل، بصل كتير انا بحب احط بصل كتير، وتوم كتير برضو في الاكل، بس انا عشان انا هعمل التقلية بالتوم، هتشوفوا التقلية بتاعتي مختلفة، مش بصل كده عامل زي بتاع الكشري، لا انا بدق ثوم وكزبره وبصل مع بعض ادقهم، ممكن تفرمه في المفرمه. وادي المشروم برضو غسلته حلو وقطعته وهحطه على الشوربه. على فكره شوربه العظم ممتازه، احماضها امينيه بالهبل يعني، اللي عايز بقى شعرها الابيض يرجع تاني، اللي عايزه كولاجين كده، حطينا كل حاجه. بصوا طبق البصارة ده فيه كل المكونات الغذائية اللي انتوا تتخيلوها. ادي الخضرة قطعتها مع الفلفل الحامي، ما تقلقوش كل ده هيخضر هيبقى اخضر بعد كده يعني، ايه المشروم والحاجات دي كلها
انا ما حطيتش ميه كتير قلت لكم عشان الحاجات دي بيبقى فيها ميه فبتنزل ميه، هتشوفوا دلوقتي. هحضر بقى طاسه تانية كده عشان اعمل فيها التقليه. هغطي على دي بقى، اسيبها على نار هاديه. على فكره انا ما بعملش اكل على نار عاليه ابدا، لازم نار متوسطه عشان احاول احافظ على الفيتامينات على قد ما اقدر، لان ما بتتعرض للحراره عاليه قوي بنفقدها. ادي شويه البصل اللي انا خليتهم عشان احطهم ادقهم مع الثوم، يبقى ثوم وبصل وملح وكزبره ناشفه وكزبره خضره وقرن فلفل. حتى البتاع اللي انا حاطه عليه التليفون باين هو في الفيديو. ادي بقى الزيت اللي انا عاملاه، حطيت شويه زيت مش كتير، وهحط بقى انا دقيت في الهون بقى الخلطه اللي انا وريتها لكم في الهون. هفضل اقلبها كده على نار هاديه برضو عشان الزيت ما يتاكسدش ويطلع دخان. اهم حاجه ان الزيت ما يطلعش دخان، فاهميني؟ على نار هاديه ما وراناش حاجه، لما نحافظ على صحتنا احسن من بلاش الاستعجال ان انا اجيب مشاكل صحيه للناس اللي معايا في البيت ولنفسي عشان انا مستعجله، عشان انا مش فاضيه. لا يا حبيبتي، هتعملي اكل هو حياتنا في معدتنا، حياتنا كلها في معدتنا، صحتنا كلها في معدتنا. معدتنا قوية وبتهضم الأكل حلو، ولا هنحتاج أدوية ولا مكملات غذائية ولا هنروح لدكاترة ولا أي حاجة. الحمد لله بقالي أكتر من 5 سنين الحمد لله، ولا رحت للدكتور ولا باخد أدوية ولا باخد أي حاجة، وسني فوق 60 الحمد لله بفضل ربنا. انا عارفه ان انا بدقق في الاكل، لان هو الاكل هو اساس، يعني يا اما صحتنا تبقى كويسه وما نعجزش وما نشخش وخلايا جسمنا ما تتاكسدش، يا اما نستهتر. انا اهو بقلبها قوي عشان تاخد لون كده، وبعد كده هاخد منها شويه اللي انا هحطها فوق الطبق الاطباق يعني، وهروح بعد ما مفرم ال ايوه البصاره. اي بصوا فيها ميه ازاي، رغم ان انا حاطه ميه قليله. وكده تقريبا هي خلاص استوت، انا بشوف واحده اهي لقيتها استوت الحمد لله. هتتفرم بقى ونحطها بعد ما نفرمها، نحطها بقى على الطشه اللي احنا عملناها دي، ونغرفها بقى في اطباق، ونحط اللي هو الطشه اللي احنا عملناها على الاطباق. بس بعد ما نفرم البصاره نحطها على الطشه برضو حوالي 2 3 دقايق بس، ونطفي عليها على طول. ودي الحمد لله عملتها النهارده، ان شاء الله هفطر بصاره اهي، هحط عليها بقى البصاره. الجمال الكندي والله، انا عسل. عملت لكم بصاره مش محتاجه، على فكرة أكل اللحمة كتير بيجيب النقرس، ماشي، النقرس أو النقرس بيعلي اليوريك أسيد في الجسم وبيجيب لنا مشاكل صحية. فاحنا ممكن خدنا كده بروتين نباتي وبروتين حيواني بكمية عالية جدا، وخدنا زنك ونحاس وفيتامينات ومعادن كتير. كل ما قللنا وقت الطهي على النار والنار هادية هنستفيد أكتر بالمكونات الغذائية الموجودة. وحازم جابلكوا في أول الفيديو من المواقع، كتب لكم اسم الموقع، كل الفيتامينات والمعادن الموجوده في الفول والكزبره والحاجات دي. وادي انا اهو عملت الطبق، وادي العيش اللي هاكله جايباه من الفرن ما خبستش للاسف، وبصل اهو متقطع عليه ليمون، وادي طبق البصره. والف هنا وشفا ليا وليكم يا رب. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله هيعجبكم. اهتموا بالصيام المتقطع، وكل سنة وانتم طيبين. صيام رمضان ده انجاز، جسمنا بينضف. واشوفكم على خير في فيديو جديد.